شباب بلاصكم وخليك بلاصكم ما كلشي غيتباع. الحمد لله على كل حال، يعني اهم حاجه هو المستويات المشرفه اللي قدموها اللاعبين، لا على المستوى الكروي ولا على المستوى الاخلاقي، لانه الاهداف كانت رياضيه اكيد، ولكن كانت ايضا التسويق الصوره ديال الانسان المغربي والشاب المغربي. وتنظن ان المجموعه رغم الصغر ديال السن ديالها مرات رسائل قويه على مستوى الانضباط، مستوى الروح الرياضيه، مستوى تقبل الخساره ايضا في المباراه النهائيه اللي كانت صعبه عليهم من الناحيه النفسيه، ولكن تنظن ان المحصله تتعبر على الصحوه الكبيره اللي تيعرفها الوطن ديالنا، قياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، والامكانيات الهائله اللي مرصوده، ايضا المجهود الكبير ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم قياده الرئيس ديالنا السي فوزي القجع. فتنظن ان المنظومه اليوم يعني في السكه الصحيح، يجب على ربما المتداخلين كلهم انهم ينخرطوا، يعني سواء من تأطير، من انديه، من عصاب، من وسائل الاعلام ايضا، انه الكل يعني يجر في اتجاه واحد، لانه العجله بدات تدور، ولكن ما خصناش نكتفي وخصنا نكابيتاليزي ونستغلوا هاد النتائج اللي كاينه. شفنا يعني ما احدثته يعني المشاركه ديال المنتخب الوطني ديالنا يعني في مونديال قطر، الدفعه الكبيره اللي عطات، ف تنتمناو ان الجهود ما رالونتيش وتكمل ان شاء الله في هذا الاتجاه. كنشكروا سيدنا الله ينصرو، كنشكروا السيد الرئيس على التشجيعات اللي جالهم، كنشكرهم بزاف المؤثرين ديالنا، والحمد لله حنا فرحانين بهذا الشيء اللي قدمناه، وان شاء الله كيتسنى لنا مازال الخير القدم.